قرأت الورقة اكتشفت أنه هو كان يعرض علي أني أنا أصير نظام الرد الآلي الخاص بهذه الشركة. فهذا من هنا كانت البداية يعني. تخيل أن تكون لديك موهبة تقليد الأصوات، وللتخلص من مأزق في الشركة التي تعمل بها تضطر لتقمص صوت المجيب الآلي فيسمعك مديرك. عذرا، يوجد لدينا تحديث بالأنظمة حاليا، الرجاء معاودة الاتصال مرة أخرى. هذا بالضبط ما حدث مع فيصل العسكر، لتكون أولى خطواته نحو تحقيق حلمه بأن يصبح الصوت الأكثر استماعا في المملكة العربية السعودية، وليكون صوت رسمي لشركة STC للاتصالات السعودية. لم ينتهي الحلم هنا، بل تجاوز الغيوم بعد أن أصبح الصوت الرسمي لخطوط الطيران فلايناس. فيصل يقول إن هذه الموهبة سلاح ذو حدين، قد يضعك في مأزق مع عائلتك، فيظنون المجيب الآلي هو أنت لتتهرب منهم عندما يكون هاتفك حقا مغلقا، وبالوقت نفسه ستكون قادرا على التهرب فعلا من الأشخاص الذين لا تريدهم. إذا بغيت أصرف أحد أقدر أصرفه بكل سهولة يعني، يدق علي أي أحد. لقد تعثر مرور مكالمتك، يرجو معاودة الاتصال مرة أخرى، شكرا لكم، مع السلامة. لكن هل تعلم أن هذه المهنة من أكثر المهن التي يبقى ذكرى صوت صاحبها عالقا في الذاكرة؟ شاركونا بالتعليقات بأسماء لا تزال أصواتها عالقة في ذاكرتك منذ الطفولة. شكرا لكم، إلى أن نلقاكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم فيصل العسكري.